السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالشراكة الجزائرية الدنماركية في إنتاج أدوية تاع علاج مرض السكر بالخصوص، وفي الفترة الأخيرة تم الانطلاق يعني في هذه الإطار هذه الشراكة الجزائرية الدنماركية مع شركة نوفو نورديسك الدنماركية في إنتاج أدوية الأنسولين على مستوى مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك. وللعلم أنه هذه الشركة الدنماركية عندها ثلاث مصانع لإنتاج الأدوية المضادة للسكر والمعالجة السكر كالميتفورمين وما يسمى بالجليكوفاج وأدوية أخرى، إذن في ثلاث ولايات منها ولاية البليدة على مستوى كما قلنا مدينة بوفاريك، وكذلك ولاية تيزي وزو وقسنطينة. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. بأحدث جيل من المعدات الرقمية وبمعايير الجودة العالمية، يقوم هذا المصنع بإنتاج الأنسولين محلياً بطاقة إنتاج تبلغ 60 مليون وحدة سنوياً تلبية لاحتياجات مرضى السكري. الماكينة هذه تستطيع تعمل 60 مليون في العام قلم أنسولين، وعندنا هنا نخدمه أون تروازي كيب، وسرعة الماكينة التيوريك 188 ستيلو في الدقيقة. احنا هنا في الباكاجين عندنا دولين تاع باكاجين، عندنا لا ديفيرونس بيناتها سي كو واحد لا لين دير لي 3 فورما 5 ستيلو 2 ستيلو وريسامون 1 ستيلو بار بوت. كما يساهم هذا المصنع باستحداث فرص عمل جديدة بالولاية، ويستقبل أيضا المتدربين من مختلف المدارس والجامعات. فرصة نكون ستاجير هنا لمدة 11 شهر في إطار المشروع النهائي للدراسة ديالي لتحصل على شهادة طب الصيدلة. بعد ذلك تم توظيفي كبروسيس أسامبلي بروسيس إنجينير، وليت صيدلي مساعد فارماسي أسيستا. هذا ويتم إنتاج أقلام الأنسولين وفق معايير الجودة العالمية، فهذا المصنع حقق طفرة نوعية في مجال الصناعة الصيدلانية. نحرص على توفير منتوج وفق المعايير الدولية المعمول بها بالاعتماد على أحدث الآلات التقنيات وكذلك المعدات لتوفير أقلام الأنسولين لمرضى السكري. المصنع هو ثمرة شراكة جزائرية دنماركية، فالجزائر لها قاعدة صناعية فريدة شجعت الشركاء الدنماركيين على الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية. هذه الشراكة التي تجمع البلدين هي نتيجة العلاقات القوية والجيدة، والاستثمار هنا في مجال الصناعة الصيدلانية هي قيمة مضافة للبلدين، ونسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة في مجالات أخرى بمبدأ رابح رابح. هذه القاعدة الصناعية ساهمت بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد، ويسعى القائمون عليها من الكفاءات الجزائرية المؤهلة إلى تزويد السوق الوطنية من مادة الأنسولين بنسبة 100%. فاتورة الاستيراد في سنة كاملة يعني يكون تخفيض 47 مليون يورو من 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 فاتوره الاستيراد، وكاين كان تخفيض 15 مليون يورو دونك ليكيفالون 15 مليون يورو من فاتوره الضمان الاجتماعي. لا سيرتيفيكاسيون دو سيت تاع بوفاريك بار لاجونس اوروبيان دي ميديكامون، هاد لو لابيل يمد لنا لا بوسيبيليتي باش نروحوا باش نسدوا الانسولين في افريقيا وفي اوروبا وفي المويه اوريون. هي إذن خطوه فعاله ولبنة مثينة في مسار تحقيق الأمن الصحي الذي تعده الجزائر ضمن الأولويات.